العنف ينتج مجموعة من الظواهر مثل ظاهرة التنمر، ظاهرة الكراهية، ظاهرة الحقد، ومن جهتي الخاصة تعتبر هذه الظاهرة شائعة خصوصا بالمدارس. نحن الآن نحيي فعاليات الأسبوع الإقليمي للوقاية ومناهضة العنف بالوسط المدرسي الذي تنظمه المديرية الإقليمية في إطار التحسيس بظاهرة العنف المدرسي ومحاولة طبعا القضاء عليها من خلال تنظيم مجموعة من الأنشطة. ويعد هذا النشاط النسخة الثانية التي نظمت بعد تأسيس المركز الإقليمي لمناهضة العنف بالوسط المدرسي بمديرية سلا. النشاط طبعا يتضمن مجموعة من الورشات داخل هذه المؤسسة التي تعتبر فقط انطلاقة، حيث أن هذه الأنشطة تنظم على صعيد جميع المؤسسات بتراب المديرية الإقليمية. الهدف منه طبعا وهو تحسيس التلاميذ بظاهرة العنف المدرسي وبضرورة نبذ هذا العنف بجميع أشكاله. إذا الكلمة هي نوجهها من خلال مجموعة من الورشات التي تمتص تلك الطاقة المفرطة لدى بعض التلاميذ، ليس كل التلاميذ، نحاول تحسيسهم بأن العنف هو دائما لا يولد إلى العنف، وبأن الفضاءات المدرسية ينبغي أن تكون نموذج للتسامح ونموذج لروح المواطنة الحقة. احنا في حفل انطلاقات الأسبوع الوطني الإقليمي لمناهضة العنف المدرسي أو لمناهضة ومحاربة العنف في الوسط المدرسي. هذه مناسبة عبر مجموعة من الإبداعات، ورشات في فنون القتال، في الفنون التشكيلية، في المسرح، التوعية التحسيسية أيضا، ورشات تحسيسية للرجال ونساء الأمن الوطني مشكورين. من أجل تنزيل وتثبيت هذه القيم الحميدة، وفي إطار الجهود اللي كتبذلها المدرسة واللي كيبذلها المجتمع المدني واللي كيبذلها مختلف المتدخلين من أجل محاربة هذه التصرفات وهذه السلوكات المشينة اللي تخدش في الحقيقة الرسالة النبيلة اللي كاينة عند المدرسة بشكل عام. ولا تفوتني الفرصة في تقديم الشكر الجزيل لكل من ساهم في إنجاح وفي إنجاح ما سيأتي من الأنشطة إن شاء الله طيلة هذا الأسبوع، إن كان إدارة تربوية، هيئة التدريس، مجتمع مدني. كما لا يفوتني أن أشكركم أيضا جميع المنابر الإعلامية اللي حاضرة على التغطية القيمة. شكرا جزيلا لكم. على كرم الحضور، ونتمنى أن نلتقي في مدونة التربوية الأخرى نشيد إن شاء الله. جميعاً من أجل فضاء مدرسي مواطن ومتسامح.